اللي كرا ثورة الملك والشعب ما كاينش شي مثقف اللي ما عرفهاش. ثانيا ذكرى تاريخية عزيزة على قلوب جميع المغاربة، وتنتمنى بزاع على الشباب هذا الجيل الصاعد يدرس التاريخ ويهتم بالتاريخ. ثورة الملك الشعب هي ثورة عظيمة في تاريخ المغرب، تاريخ المغرب، لأن من فضل هذه الثورة هذه هو باش بنى الاستقلال، باش المغرب خدا الاستقلال ديالو من المستعمر الفرنسي. كان واحد التلاحم كبير بين الملك محمد الخامس رحمه الله وبين الشعب المغربي. كما قلت بداك الشعب المغربي كان ديك الساعات جوج ديال الاحزاب اللي كانوا فيه، فهمتي، وكانوا كيعملوا بطريقه سريه كانوا كيعملوا، كانوا ضد المستعمر. ناضوا كافحوا ملي سيما ملي تنفاق، ملي المستعمر نفاق محمد الخامس والعائله ديالو، اثار كاع الشعب، ناض الشعب اثار وداروا يدب مع الاحزاب السياسيه اللي كانوا جوج الاحزاب ديك الساعات، وكان فيهم الخير، دوك جوج الاحزاب كان فيهم الخير، كانوا كياثروا، وكانت النيه، كان بنادم كيدافع على المغرب بكل ما يملك. وبالفضل ديالهم وبالفضل الملك محمد الخامس رحمه الله هذيك باش خدينا الاستقلال ديالنا. ذكرى ديال ثورة الملك والشعب، الله يرحمه سيدي محمد الخامس الله يرحمه، راه هو أب الوطنية، هو الرجل الأول الله يرحمه التنفى ورجع من المنفى وقاد الحركة الوطنية مع الرجالات الحركة الوطنية، فهمتي ولا لا؟ واش غادي نقول لك، وانتصر في النهاية مع الشعب ديالو، ها بالشعب ديالو انتصر سيدي محمد الخامس. ثورة الملك والشعب هي الوقيتة اللي كانوا هزونا محمد الخامس رحمه الله اللي منفى، ها انطلقت الشراره ديال الدفاع على الحقوق المشروعه ديالنا في المطالبه بالاستقلال وعوده الملك، عوده الملك من المنفى. الذكرى هذه ذكرى غاليه، ذكرى غاليه على قلوب المغاربه، ونطلبوا من الله ان الاجيال ديال الجيل ديالنا ياخذها بعين الاعتبار ويقراها ويدرسوها لهم في التاريخ، ماشي يبقاو يديروا لهم غير مجرد عنوان، ديروا ثورة الملك والشعب ونعطيو يوم عطلة. لا، خصنا باش على الأقل تربي فينا داك حب الوطن، ترد لنا داك الوطنية اللي بدينا كنفتقدوها، باش نكونوا صراحة راه بدينا كنفتقدوا واحد شوية ديال حب الوطن والوطنية. فنداء للجيل الجديد والشباب، نداء لكم، راه بلادنا محتاجة لكم بزاف بزاف، ولكن رجعوا للتاريخ ديال بلادكم باش تكملوا ان شاء الله المسيره الموفقه ديالنا. راه حنا املنا فيكم كبيره ايها الشباب، راه املنا فيكم كبيره الشباب، وراه برهن الشباب ديالنا اللهم لك الحمد على الكفاءه ديالو في جميع الميادين ولله الحمد. وهذا ما يمكن يقال عن ثورة الملك والشعب. وتحيه خالصه لصاحب الجلاله محمد السادس، كنهنيه بهذه المناسبه هذه، ونترحموا على المرحوم الحسن الثاني كذلك، وعلى قائد الاستقلال ومحرر البلاد محمد الخامس رحمهم الله، وهنيئا لنا جميعا بهذه الذكرى المجيده. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.